السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر منتج. الحلقة دي هنتكلم فيها عن موقع جير بيست. موقع جير بيست كلمني امبارح، لا اول امبارح كلمني اول امبارح عشان اعمل مراجعة للمنتجات بتاعته. فالنهاردة هقول لك ازاي تقدر تتواصل معاه وتحاول انك تكلمه. زي ما قلنا قبل كده يا شباب، لازم يكون انت القناة بتاعتك قناة خاصة بالمراجعات عشان يقدروا يقبلوك حتى لو مشتركينك قليلين. ولكن بما ان قناتك مش خاصة بالمراجعات فانت حاول تتواصل معاهم. لو انت قناتك فيها مشتركين كويسين فوق 10,000 مشترك يعني، ولو وافقوا تمام، ولو ما وافقوش فلازم قناتك تكون خاصة بالمراجعات او ان قناتك تكون فيها مشتركين كتير فهيقبلوك بالكيس دي او دي، يعني بالحالة دي او دي. فتمام. فاسم الشخص اللي كلمني اسمها ليلي تقريبا، فهسيب لك الايميل بتاعها اسفل الفيديو وحاول انك تتواصل معاها لو حابب. يعني حاول تبعت لها رساله، مش هكتب لك رساله معينه عشان الناس كلها تنقل الرساله وكده، فانت حاول تبعت لها رساله تتكلم فيها عن نفسك، عن مش نفسك انت يعني، عن القناه بتاعتك، عن لو عندك موقع الكتروني هيفيدهم جدا. فانت حاول برضو تكلمها وتحط لها الموقع بتاعك ورابط القناه، وتختصر برضو كلامك يعني، بلاش والنبي تطول قوي في الكلام وتقعد تحكي لها تفاصيل يعني. لا، اتكلم عن انت عندك كام الف مشترك، وعندك كام الف واحد بيخش على الموقع بتاعك، وعندك كام مشاهده في اليوم في السريع يعني في جملتين ثلاثه، ورابط قناتي اهو، وانا حابب اعمل مراجعه للمنتجات بتاعتكم لانكم موقع مثلا ممتاز او اي حاجه يعني. بيحبوا هم التمجيد في المواقع بتاعتهم، بس هم مش اغبياء على فكره يا جماعه. لما تقول لهم مثلا انا عاوز مثلا انت عندك قناه فيها 10,000 مشترك، هل ال 10,000 مشترك دول هم اللي هيزودوا المبيعات يعني؟ لا، مش هيزودوا المبيعات ولا حاجه. فما تروحش تقول لهم انا عايز اراجع منتجات عشان ازود لكم المبيعات واعلي من اللي مش عارف، لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، اصل انت مش انت اللي هتزود لهم مبيعات، فبلاش هري يعني. فانت حاول ايه انك تقول لهم الحاجات الواقعيه، ان انا عايز اعمل مراجعات للمنتجات بتاعتكم، المنتجات التقنيه مثلا بتاعتكم، وخلاص عادي يعني. بس حاجات بسيطه يعني، مش لازم تهري، مش لازم تخش تقول لها انا هعلي وهعمل لكم اعلانات مثلا او اي حاجه، لا. فانت اعمل اللي هتعرف تعمله وخلاص. وحاول زي ما قلت لك خلي الرساله قصيره، ما تطولهاش قوي، عشان لو يعني لقيتها طويله كده قدامها كده غالبا مش هتقراها يعني، ممكن تعديها. فانت حاول كده ايه تشوف الرساله، وهتلاقي برضو زي ما قلت لك ايميلها اسفل الفيديو. ويا ريت ما تقولهاش ان انت تبعي، يا ريت هي ما تشوفش الفيديو اصلا، عشان لو شفت الفيديو ممكن تتعاملش معايا. برضو الناس اللي حابه تعرف ازاي هما هيقبلوك، فاول حاجه لازم هما اللي يكلموك. انا بتكلم يعني بغض النظر عن انت تكلمهم، لا، الطبيعي يعني اللي بيحصل ان هما اللي هيكلموك وهما اللي هيتعاملوا معاك، زي ما حصل معايا في شركتين لايت ان ذا بوكس وجير بيست. فهما اللي هيكلموك وهيتعاملوا معاك، هيبعتوا لك كلام ومنتجات ويقول لك مثلا اختار بالمنتجات دي، عجبنا المحتوى بتاعك فحابين ان احنا نعمل معاك شراكه بالشكل ده. ده نفس المسج اللي بعتت لي، ممكن تلاقيها ظاهره هنا ولا هنا مش عارف. المهم يعني هو ده اللي حصل معايا بالظبط. فعشان يقبلوك لازم القناه تكون معدي ال 10,000 مشترك، 15,000 مشترك، تكون بتظهر في القناه كده زي ما انت شايف، تكون برده عندك كاميرا، لان الكاميرات دي بتفرق معاهم جدا 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 على فكره. لان انا اول ما جبت الكاميرا لقيت موقع لايت ان ذا بوكس بيكلمني، ولقيت جير بيست حاليا بيكلمني. فقبل كده بالموبايل تقريبا ما كانش حد بيكلمني، فزي ما قلت لك الموضوع هيبقى احسن بكتير لو كان معاك كاميرا. ما بقولش الموبايل وحش، لكن الكاميرا كان هيبقى احسن. يعني لو حابب تشوف فيديو انا صورته بالموبايل وعملت مراجعه للتليفون كامل بالموبايل، كان ريدمي 5 بلس، فهتلاقيه في الايفون او في اسفل الفيديو في اي حته او في اول كومنت، فاتفرج عليها برده. دي بالموبايل بشكل كامل، فكانت كويسه جدا، وكنت فخور جدا ان انا عملت مراجعه زي دي بالموبايل، كانت جميله. بس كده يعني، هي دي الخطوات انت المفروض تمشي عليها عشان الموقع يقبلك، وتقدر انك تعمل شراكه مع المواقع، مش جير بيست ولا لايت ان ذا بوكس بس، انت ممكن تعمل مع بانجود، في كذا موقع برضه بنفس الطريقه هيكلموك بسبب الحاجات دي بس. وبس كده يا شباب، يعني بالذات لو اصلا جالك منتجات من بره عملت لها مراجعه كويسه، مش موقع واحد بس اللي هيكلمك. او اقول لك على حاجه، لو عندك حاجه تمام، عندك حاجه يعني، دي فكره برضه، لو عندك حاجه مثلا زي العدسه دي مثلا، اي حاجه عايز عندك وعايز تعمل لها مراجعه، حاجه اشتريتها وعايز تعمل لها مراجعه، اعمل لها مراجعه تمام، اعمل لها مراجعه، اشتري حاجه واعمل لها مراجعه. حلو جدا الموضوع ده على فكره، وهيخلي الشركات تبص عليك لو شافوا ان مثلا في مشاهدات كتير على المراجعه بتاعتك، في حاجات كتير حصلت على المراجعه بتاعتك. الناس هيفتكروا مثلا الناس اشترت حاجات من اللي انت حاططها في الفيديو، مثلا انت عملت مراجعه عن موبايل ريدمي 5 بلس، الناس اشترت الموبايل ده، او ناس قالت لك المراجعه كويسه ومش عارف ايه، جالك 10,000 مشاهده 20,000 مشاهده او حاجه، فالناس دي هتقول ده كويس اهو، ده بيعمل مراجعات كويسه اهو، خلاص بقى احنا نكلمه يعني، انت فاهم. فلما هم يبعتوا لك حاجه هيتاكدوا منك الاول، هيشوفوا، هيبعتوا لك حاجه مثلا ب $30 $40، هيقولوا الشخص ده هل هيعرف يعمل مراجعه على الحاجات دي ولا لا. فانت لو ابدعت وعملت مراجعه كويسه هيكملوا معاك وهيبعتوا لك منتجات احسن بكتير.
ما عرفتش فهتتقلب وهتعرف يعني ايه موضوع انك تتقلب على الجنب ده بعد كده ان شاء الله، بانك يعني ببساطة الموقع غالبا هيكلمك في حالة تانية، بس لو مثلا هيقوم قايل لك ايه، هيقول لك لا انت قناتك مش زي ما كنا متوقعين او حاجة كده حصلت يعني قبل كده مع شخص اعرفه، وممكن يبعتوا لك بعد كده شوية حاجات كده تنشرها على الموقع بتاعك لو عندك موقع، ولا معلش لو مش عندك موقع غالبا مش هيكلمك تانية. فبس كده اعتقد يعني كده شرحت لك كل الموضوع، والموضوع برضو حلو يا شباب، فحاول انك تستمر وحاول انك تكتر كده من المشتركين وتعمل زي ما قلت لك مراجعه لاي حاجه عندك عشان الناس دي تركز معاك. ولو انت قناه خاصه بالمراجعات طبعا هم بيركزوا معاك لانك اصلا خاص بالمراجعات يعني، فاكيد لازم يركزوا معاك. بس كده يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه كنت اول مره تشوفني. مره تانية بقول لك تعمل لايك، اللايك لان اللايك ده مفيد جدا وبيساعدني جدا وبيفيدني بشكل كبير جدا. لو شايف الفيديو ده مفيد وعايز تعمل له شير فاعمل له شير في اي جروب من الجروبات او اي حاجه ان شاء الله بروفايلك حتى اي حاجه. بس كده يا شباب شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.